حياكم الله وارحبوا في حلقة جديدة. موضوع حلقتنا اليوم لا 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 ما يا محمد علي مستعجل ما قد تحاكينا ما هو موضوع الحلقة. موضوع حلقتنا اليوم نهب الإغاثة. بعد أن كشف برنامج الغذاء العالمي دور جماعة الحوثي الإرهابية في سرقة المساعدات الإنسانية من أفواه الجائعين حسب تعبير المدير التنفيذي للبرنامج، ما تكشف عن سرقة الميليشيات الحوثية للمساعدات الغذائية في اليمن ما هو إلا غيظ من فيض. وأنا أقول مالك يا أحمد علي حامي لا، والموضوع فيه سرق وغيظ من فيض. غيظ من فيض يا أحمد علي، الله مستعان، تسرق غيظ من فيض وسرقة أيش؟ يعني مش أي سرقة، مش سرقة ساعات ولا تلفونات ولا سرقة طعام من أفواه الجوعاء. الله مستعان يا أحمد علي، يعني إذا أنتوا حوثيين سرق مشكلة فوق المشكلة. هدد رئيس ما يسمى برئيس اللجنة الثورية التابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية محمد علي الحوثي المطلوب على رأس قائمة الإرهاب بمقاضاة برنامج الأغذية العالمي في محاكم الحوثيين في اليمن. لا 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 يا أحمد علي، في هذه مش أنا معك. كيف أنت السارق وتتحاكمهم؟ ما يصلح. يعني مثل ما قال المثل، فيك الخصام وأنت اللص والحكم. إذا كان ولا بد تعالوا عندي وأنا أحل الموضوع سكتة، ولا من شاف ولا من دري، سمعتكم ما هيش ناقصة. الآن يا أحمد علي الآن اهدأ، ما لك مستعجل، عاد الحلقة بدأت. لو فصلنا هذا الحين كم عنا نجلس بعدها ما نغطي الحلقة إيش؟ إعلانات. شغلوا لنا الرادار وبحثوا لنا عن حيثية القضية كامل. ما تكشف عن سرقة الميليشيات الحوثية للمساعدات الغذائية في اليمن ما هو إلا غيظ من فيض. هكذا عنونت صحيفة الجارديان تحقيقا لها حول نهب وسرقة المساعدات الغذائية الإنسانية في اليمن بيد الميليشيات الحوثية. يا با يا أحمد علي، الجارديان سمعتكم لعند الجارديان بعدها غيظ من فيض، يعلم الله إيش باقي معاكم من بلاوي ما ذكروهنش. الله 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 يا أحمد علي، يعني هذا ما تكشف، عاد باقي أشياء كثيرة. الله المستعان. ما ردكم يا أحمد علي أنتوا الحوثيين كلكم، ما ردكم على ما قال برنامج الغذاء العالمي إن أنتوا سرق برنامج السوس العالمي كما يحب العامة تسميته. برنامج السوس برنامج إيش بشتيت تسميه برنامج الاتجاه المعاكس. بس قل لي ما ردكم على أن أنتوا سرقتوا الغاثة، هذا اتهام صحيح ولا معك حجات لحظة؟ شحنات من الأغذية الفاسدة تقدر بالأطنان، ومخازن مكتظة بأكياس الحشرات المسمى في الدفاتر قمحا. أيوة المسمى في الدفاتر قمحا، أين قمحا هذا؟ ميليشيات الحوثي تنهب قوت الجائعين اليمنيين وتبيعه في السوق السوداء بالعاصمة صنعاء، واقع تثبته هذه الصور التي تظهر قيام ميليشيات الحوثي بنهب المساعدات الإنسانية. يا عيبة يا حوثي، الله المستعان، تبيع الإغاثة حق الناس وقت الظهر وقت الشمس والناس سايرين راجعين، بيعوها نص الليل، غيروا الاسم غيروا الشوالة، أما تبيعها بنفس الشوالة حق المنظمة. أين السيدة اللي نعتذر لها؟ احنا آسفين، هي كانت واثقة في الناس هذولا هم طلعوا سرق، احنا آسفين يا ليز، أنت مخدوعة فيهم على نياتش، أما احنا قلت احنا دارين بهم ودارين برماتهم، دخلوا نزلوا الجرعة ولا اليوم قد نزلوا كل حاجة والجرعة الواحدة هذه طلعت. هذا ومنح برنامج الغذاء العالمي مهلة للميليشيات الحوثية حتى يوم غد الخميس لتقديم ضمانات خطية للبرنامج بعدم سرقة المساعدات الإغاثية والتعاون مع العاملين في المجال الإنساني، وذلك لإيصال المساعدات الإغاثية لمستحقيها. ولوح البرنامج برسالة خطية للميليشيات بالتعليق التدريجي لتوزيع الأغذية في جميع مناطق سيطرة الميليشيات. من حقكم يفعلوا تعهد ونص، الثقال حالة ما تنفعش، يفعلوا تعهد بخط النسخ بخط الرقعة حتى في خط الحديدة. تعهد يكفي المنظمة لا تلدغ من جحرها مرتين. محمد علي تعال ايش تكتفي بالحاصل؟ مقواته هذه إغاثة، بعد ما هو الاتفاق القديم ما هو الجديد، ايش بتسدوا من وراء الناس؟ الصحيفة البريطانية الشهيرة أكدت في تحقيقها أن موظفي الإغاثة كانوا على دراية بأن الحوثيين يسرقون المساعدات ويبيعونها ثم يتقاسمون عوائدها.
الله الله البالة. مساربين أعزاء، أعتقد أن أنتم سمعتوا طرفي المشكلة. طلعت المنظمات هكذا بيسرقوا، وليز هذه طلعت ورا الليز أرف ليز بليز تقاسموها حتى أنتوا يا إنجليز كفار وعيال. متابعينا الأعزاء، الموضوع فيه سرق ومسرقة، كل واحد ينتبع على حذيه وشدوا لما نتابع ونطلع الغاثة عيني عيني. حرام ما نرقد ولا نغلق الحلقة لو قبسلنا عين الغاثة حقكم. حذر مدير برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة خلال اجتماع لمجلس الأمن بتعليق تسليم المساعدات لهذه المناطق. يا ديفيد يا ليز يا غارثة، ما دخل المساكن تعلقوا عليهم الغاثة. الحوثي بيسرق قولوا له بس أباح عن ذلك تصرفوا معه، ما دخل المسكين تعلقوا عليه الغاثة. بعدها ضبط جهالك يا ديفيد، كلهم سرق مش شغل حق الذي هنا. كل واحد يأدب السرق حقه بس الحل، أما المسكين تقطع عليه ما يسبرش مهما كان الشيء بالعقل ما هوش بالمتر. أستاذ الفاضل، طبعا إذا افترضنا جدلا يعني أن البرنامج استمر على رفضه وأوقف أنشطته وعملياته، هل من حلول بديلة للشعب اليمن؟ أكيد أن هناك حلول بديلة، ونحن نقول أن هذا قدر الشعب. نعم. وهذا الشعب الكريم الله سبحانه وتعالى قدر له المستقبل الزاهر، لكن بمرور صعاب كبيرة. الله الحل. هذا الطاووس ما بحدث الريش، بس هذا اسمه الطاووس. هذا رئيس بيسموه رئيس المجلس الإنساني الأعلى، اسم لو يمتد لا يمتد بطول القطرة حق الإغاثة. قال لها المذيع حل في حل في حال انه موقفوا الإغاثة؟ قال ايوه الحل انه يعني هذا قدر الله سبحانه وتعالى وقدر الله في هذه الامور، ما عاد باقي الا يقوم الجامع يطلب. طاووس بيض الله وجهك، امانه هذا حل، هذا حل انه هذا قدر. هذه خطبه يعني نقلت من وسط هذا لوسط الخطبه، هذا قدر الله. الله المستعان يا طاووس، حيحول لك الله من انت فريشك ويركب لك قصيب ما صرت طير. وحتى لو علق مساعدته ماذا قدم اصلا حتى الاسف والندم لو كان هناك خدمات تقدم من البرنامج. هذا الجزئيه مهمه. نعم الاسف لو كان البرنامج يقدم مساعدات تليق بكرامه الانسان، هذا الذي ناسف عليه ويأسف عليه الشعب اليمني. اما اذا قد وصل الامر الى حد الاذلال، يعني مواد فاسده ومن دون صلاحها، وفوق هذا اذلال واستهانه لكرامه اليمني، الشعب اليمني لا يمكن ان يقبل. الحروب الخمس ولا الخمس الاعوام من الحرب اثبتت ان الشعب اليمني هو مستعد ان يموت جوعا ولا ان تهان كرامته. طاووس كيف ماذا قدم البرنامج قال الله؟ وهذا السليم بكل ما فعل عندكم جو يشحنوا مطفين عنده مره في امريكا. طاووس بأنت فريشك، الصور واضحات والفيديوهات من على اليوتيوب، وانتم بتبيعوا الإغاثة. حتى لا دحين نحن بنصور الحلقة وانتم بتبيعوا، بس نصورك هكذا عيب يا طاووس. دي الصدق، تحاكى دي الصدق لنا ولكم. ما هو هناك مشاريع تمس قيم وأخلاق المجتمع اليمني، ستسلم نسخة للإعلام، ويجب أن يعرف الشعب اليمني حجم العدوان الكبير، ليس العسكري فقط بل الأخلاقي الذي يستهدف أخلاقنا وقيمنا عبر هذه المنظمات. لا لا لا، ما هذا أنا بعدك يا طاووس، مدام قد الموضوع فيه هدم قيم وأخلاق ولخبطة ما نشتيش. الغني الله من حقهم السلات يريحوا لهم، سير في صلاة معهم يا طاووس، قل لهم الله يفتح عليكم، يبزوا حقهم الغاثة والله يفتح عليهم. اليمني يموت جوع ولا يأكل على حسب مبادئه وأخلاقه. الآن تحرك لعندهم. على غرار العمل مع العصابات واللصوص، أبرم برنامج الغذاء العالمي اتفاقا سريا لم تعلن بنوده بعد. طاووس احنا قلنا سرت في صلاة معاهم، مش تتوقع معاهم، على ايش اتفقتوا؟ ما هو الخبر؟ ما هو الاتفاق السري؟ بإمكانكم ان تصل هذه المساعدات نقدا الى المواطن. فقل لي من الصبح يا طاووس انت شي نقدا، ما تستحيش احنا اخوة، كنت سرق تكلم بس موضوع الاخلاق والقيم ذكرت اينو ولا خلاص الامور طيبة؟ حرام لا اجي انت فريشك يا طاووس نقدا، وعدنا كذا. والمبلغ هذا الذي يصل الى جيب المواطن ما فيه دود ولا فيه حشرات، فيصل نعم ما يسوي سينش
كلام درر درر يا طاووس، النقد ما يسوس. يعني لو ولا تدين هبتوهن هنا الذي ما بتاع عنش سوسين، مش ان نجم سوسات. انا افتهم لي نقدا ما تسوسش. مسار من الاعزاء لا حد يسوس، لا حد يرحله، خليكم مكانكم، عنصير فاصل اعلاني ونرجع نسارب وما نروح الا بحقكم الاغاثه. وعلى ما قال المثل ما ضاع حق وراءهم سارب. حياكم الله من جديد. مسكنا خيط مهم جدا يوصلنا لا عند سارق الغاثة. يحيى الحوثي أخو عبد الملك الحوثي، ندع منشور صح هذا مرزم رزم منشور كل لكم وفضح منو سارق الغاثة. في عملية قادت إلى أكبر أزمة متصاعدة بينهم وبين المنظمات الإغاثية، يحيى الحوثي شقيق الصريع حسين الحوثي اتهم الطاووس وأحمد حامد بسرقة عشرات الأطنان واختلاس نسبة مئوية ثابتة من مشاريع المنظمات. الطاووس وأحمد حامد، أحمد حامد هذا بيبز الطاووس، وهذه بيدي له الحب، وهذه بيأكله، وهذه بيشربه، وهذه ينظف مزقره بعد ما يتم يشرب. ويحيى الحوثي مش إنه اعترف إنه زعم توبة وتاب إلى الله وعيدخل يدرس الجامعة، اعترف عمد ذاتك تطعت هي المساعدة اللي بتجي لهم، لأني بتجي لهم دعم باسم الإنسان وما إنسان، وهم بيكتروا بها الإنسان. يظهر عبد المحسن الطاووس المتهم الأول بسرقة أكبر قدر ممكن من الإغاثة، كان آخرها سرقة 127 طنا من مخازن المنظمات في حجة. الله الله، ما شرب من السرقة، ولا أن أنا مطنن كيف الطاووس استريب 127 طن، مع أنه يلا يتحمل حق هالريش ولو في الحديقة ويغني جنب أي فنان عند شوية شجر وخلاص. الطاووس احتبس في عام 2004 بتهمة سرقة وجلس محبوس 14 في صعدة، بعد 14 خرج أو بالأصح تخرج وانضم مع الميليشيات وتم ترقيته إلى مشرف وجلس مشرف في صعدة، بعدها انتقل وأصبح مشرف للذمار، وفي ذمار بدأ باشر عمله، بز مجموعة محابيس من الذي اختطفوهم من بيوتهم وحبسهم في هران في ذمار في موقع مستهدف فيه سلاح والطيران جاء ضربهم. وبمناسبة هذا العمل الإنساني الذي قدمه الطاووس رقوه من مشرف لرئيس المجلس الإنساني الأعلى، لأنه استري طلع الإنسان للأعلى لبقعد ما جاءوا يضربوه. وبيني بينكم الجرائم اللي بفعلها ما حل ما تسوسش، أنا خايف بعدها يقع قايد المسيرة. فيما يبدو ردا على فضيحة الأول بسرقة المساعدات المخصصة لموظفي التربية والتعليم وسرقة عشرات الأطنان بانتظام من المساعدات. أها اتفاضحوا السرق، البر طلع الخبر. يحيى الحوثي بنقول له قدوة، حين قد خرج فضحهم طلع سارق والكل. يحيى وبعد أنا اشتعرف يا يحيى ما دخل أنت، أنت وزير التربية ما دخلك في الغاثات، يعني كيف نسميك ذا حينه؟ ندع لك اسم سبايكي وزير التغذية والتعليم. يعني عاد كنت تحول المدرسة بدل ما هي ثانوي وإعدادي يرجع نقلبها جملة وتجزئة. تبكر داوم بدي النار هي تيت تيت، انتبه المدير يرجع للخلف. مساربين الأعزاء معني أسش عن ظل نصحب الخيط لما نوصل عند السرقة الكبير حتى ندخلها داخل الكهف. في ظل تقديرات من برنامج الغداء تفيد بأن 60% من المساعدات تذهب لصالح قادة الميليشيا والمجهود الحربية، فيما تتقاسم عناصر الميليشيا ومشرفوها بقية 40% الأخرى. الله المستعان. مشاهدينا الأعزاء نستغفر الله، يعني عادي كل واحد بيخطأ، أخطأنا وأسأل الظن فيهم. طلعت المياه حقكم موجودة، قال لك 60 مع القيادة الكبار و 60% و 40% مع المشرف، يعني 100%. الضائع هنا هو المواطن، الإنسان الذي جاء يساعده ما قد استلمش، قرحت المياه وكملت والمواطن ما قد استلمش، الذي هو أفواه الجوعاء الذي بيسرق ولا هذا من داخله ويطرحوها وما تسوس. تام لكم مساربين الأعزاء، اخرجوا من الطابور، ما عاد بش غاثة قد قرحت المياه، ما عاد لدحين كل واحد بزورقة وقلم، ونصلي على النبي ونحسب. برنامج الغذاء العالمي والأمم المتحدة والمانحين صرحوا قالوا اعتمدنا لليمن خلال 2020 الأول نسوه، ما سرق وفات مات، قد باعوا وسوسوا. اعتمدوا لليمن في عام 2020 4 مليار دولار، تعالوا نصرفها يمني.
تطلع باليمني 3 وجنبه 12-0، يعني تقدروا تقولوا يعني اكثر من الطواير حق القاطره هذه بتدخل الغاثه، الطواير اكثر منها. لو قسمناها على الاسر اليمنيه قلنا وكل اسره تتكون من 5 افراد، حنطلع 5 مليون اسره، حيطلع نصيب كل اسره 600,000 في السنة، وفي الشهر 50,000 لكل أسرة. أنت ذي بتبصرني استلمت ما طنن استلمت حاكيني استلمت مالك مسوي مدوخ أباك ربشكم على حسابات والأصفار ما استلمتش، والدليل الجوع الظاهر على آخر لو أنت استلمت. وهكذا يمكرون مسوسات مدوش وكلهم سرق المنظمات والحوثيين. والغرض والهدف الرئيسي من هذا المساعدات انه يشد عمل الميليشيات، بس ما بش عذر لا بعذر انساني من تحت لا تحت، ولا له انسان انه يوصل للانسان، والانسان قد واضح قرحت المياه 60-40 للحيوانات هذول الميليشيات، والمواطن ما قد وصل حاجه عاد جالس ممدد ذاك هو. ايوه انت مساربين الاعزاء، خلاصه الموضوع عمد لا تهوش ولا انتوا، احنا معاكم. الحوثيين أسسوا المجلس الإنساني الأعلى حق الطاووس وفعلوا هذا المشرفين عشان يلهفوا كل مادية المنظمات، وعاد معاهم نسبة من كل مشروع يدخل اليمن 2%، يعني يسرقوا باسمكم وعادم يزدبزوا عيالكم. لا سلة ولا سلمتوا الرأس، اعقلوا. ما مثلها بين العدا من يدعم فقد الوطن كامل بأيد شر الثمار، منظمات الموت والجوع والضمار، مازونية صهيونية ومسممة اقتطاع ضد المواطن محكمة، من يوم تأسسوا من وسط الملزمة ما مثلها بين العدا من يدعم يقتل الوطن كامل بأيدي شرذمة. أقسم رب العرش خلق السماء عشان الدماء وتدعم الحوثي باسم المنظمة، إذا إبليس تلذيذ المطعمة وربع على وزلزال حق الهجمة، صار في غاثة كيف بايد قسمة سلح بأنواع السلاح ملظمة، وقف بعض حوثي لكي لا يهزمة وتمرض الغدر إذا من يهزمة يتبدلوا بالاتهامات كلما حسوا بأن قتل من الضمضمة. أقسم رب العرش خلق السماء ما قصدها غير اليماني تعدمه، في جنة للقتل حشان الدمى وتدعم الحوثي باسم المنظمة، وما رمى الحوثي علينا إذ رمى لكن رمتنا القوة اللي تدعمه ضد المواطن محتمل.
نداء إلى جميع أحرار اليمن. نداء إلى جميع أحرار اليمن، تعالوا ننتشر الحوثي، تعالوا. الخطر يبادينا وقيمنا ومبادينا تبدو بيضاء مثل أيادينا. ونعم وعزك فينا سبعة أنعام. آمين. شوف ابصر عبر الصورة والصوف. اشمح مفعول البات اليوم روبر يستاهل عم تكر الآن تشبك عني وإنقاذ فنان القول الكاذب توضيح واجي افضح انتبه وراقي والسنة متجارب ايوه باعتريوت يتصدى للطبيان باعتريوت الحجة قولوا بعد يلا ابحث في كل مكان شوف 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 الباتريوت الآن سابع ابصر اشمح اشحر حنتر ابصر ركز شاهد شوف تابع